مرحبا وأهلا فيكم. الحقيقة في خطوات متسارعة جدا فيما يتعلق بالأزمة السورية، ونأمل أنه بلكي تأتي هذه الخطوات إلى إنهاء هذه الأزمة. مثل ما نعرف، صدر اليوم القرار 8914 من جامعة الدول العربية اللي أنهى تعليق عضوية سوريا، ودعا الوفود، أو يعني صار بإمكان الوفود السوري المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية. هذا الإطار أو يعني العنوان العام للقرار. اللافت أن سوريا ما رحبت بالقرار عبر وزارة الخارجية والبيان اللي صدر بأنه يتابع باهتمام ودون أن يعني تعلن عن التزامها بمضمون القرار. باختصار، إذا ما بدي أطول عليكم، يعني اللي ما بدي أشوف كل التسجيل، راح لكم مختصر المفيد. نحن كان عندنا بيان جنيف، كان عندنا القرار 2254، اليوم صار عندنا بيان عمان والقرار 8914 صادر عن الجامعة العربية، وكأنه تفويض أممي ودولي إلى الجامعة العربية لإنفاذ القرار 2254. حضور الأسد أصبح ممكن في قمة الرياض، ولكن حضوره يعني قبوله بهذا القرار، وبالتالي أن يقبل بأن واقع أن سوريا دولة فيها أزمة، أزمة سياسية وأزمة على كل إنسانية وأمنية وإلى آخره المفهوم، لأن بيان عمان كان واضح، وأنه يقبل بأن تقوم الجامعة العربية واللجنة المشكلة أيضا بالقرار، رح نقراه بالتفصيل بعد شوي، تساهم في حل هذه الأزمة. فإذا حضوره يعني هو قبوله، وبالتالي قبوله 2254، وبالتالي قبوله ضمنا بالتغيير السياسي في سوريا. يعني هذا باختصار يلي ما بدي أشوف التفاصيل. هلأ باعتبار القرار اليوم مبني على بيان عمان، لازم تشوفوا تسجيل يلي شرحنا فيه بشكل مستفيض يمكن 20 دقيقة بيان عمان. إذا بدأ نذكر منه أهم ما فيه، أنه كل البيان أتى، يعني أول جملة في البيان كانت أنه الإطار العام لكل ما ورد في بيان عمان هو القرار 2254. يعني هذا لازم نحن ناخده بعين الاعتبار، وتركيز على إيجاد حل فوري وآليات فورية لإعادة اللاجئين. يعني كان هذا أهم ما فيه. رح أحط لكم رابط تسجيل يلي من يومين شرحناه بالتفصيل يلي بده، لأنه هو أساس صدور القرار بحسب القرار نفسه. فمن الضروري لحتى نفهم أكثر شو طبيعة القرار صدر اليوم، نشوف بيان عمان ونفهمه جيدا. أيضا فينا نستعرض الخطوات يلي وصلت فينا لهون. صار في حراك، إذا بنستعرضها بسرعة، صار في حراك بالنسبة للعلاقات الثنائية العربية بعد الزلزال. هلأ في ناس بيقولوا ليش يعني الزلزال هو الوضع الإنساني؟ لا، أنا برأيي أنه المحرك الأساسي كان تركيا، وبعد الزلزال صار تركيا عندها عبء أضعاف مضاعف، يعني ويلة هي تأمن المساكن، صار عندها لاجئين أتراك، فهي ما أنا قادرة تتحمل وضع اللاجئين السوريين، ولا حتى مسؤولية المناطق اللي تقع تحت سيطرتها في الشمال، فهي بدها تدفع هذه المسؤولية إلى المجتمع الدولي وإلى الدول العربية. المهم صار في زيارات ثنائية، وبعدين صار في اجتماع جدة مثل ما بنعرف، وبعدين صار في اجتماع عمان. اجتماع جدة وعمان وحتى اللقاءات الثنائية كانت عم تركز على عودة اللاجئين، إذا بتذكروا اجتماع جدة وأيضا بيان عمان ركز بشكل واضح، وكان العنوان العريض هو القرار الأممي بإنجاز التغيير أو الوصول إلى حل سياسي. أيضا إذا بدنا نفهم شو يعني القرار 2254، من يومين عملت أيضا تسجيل شرحت بشكل وافي عن جوهر القرار، يعني ما أعطيت شرح عن التفاصيل، ولكن شو جوهر هذا القرار؟ باختصار جوهر القرار تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، تنتقل إليها كل صلاحيات السلطة التنفيذية وصولا إلى إنجاز التغيير السياسي. وقت نقول تغيير سياسي يعني إنهاء حكم الأسد والوصول إلى حكم جديد. لا قديش بيضل في حكم الأسد بالحكم الجديد كذا، هي تفاصيل ما لنا فيها نحن اليوم. فأيضا بدعوكم رح أحط لكم بصندوق الوصف الشرح يلي حكيناه على القرار 2254. هلا عموما في يعني عناوين انه خاصة على وسائل الإعلام السعودية انه عودة مشروطة، يعني استخدموا هالعبارة، وانا برأيي هي حقيقة ما أنا مشروطة، يعني هي عودة مشروطة. اذا بدنا يعني نقول انه شو الشرط الوحيد، الشرط الوحيد انه يقبل الأسد بالتغيير السياسي وبالتالي بإنهاء حكم نظامه. مرة تانية انا ما بتوقع هذا الشيء يتنفذ، ولساتني متوقع الصيف ساخن، ولكن هيك معنى
القرار. هلا من الشروط يلي شرطتها، وهي طبعا اجت على قناه العربيه، على شاشه العربيه على سبيل المثال، ضمان وصول المساعدات الانسانيه عبر الحدود، اعاده اللاجئين، هي شروط مطلوب من سوريا او من النظام السوري، استئناف اللجنه الدستوريه عملها، والافراج عن السجناء، واجراء انتخابات، نفس مضامين القرار 2254، الالتزام بوقف العمليات العسكريه، يعني ما لا يسمح للنظام بتمدد نفوذه العسكري الى مناطق اخرى، الالتزام باخراج جميع القوات الاجنبيه بمعنى ايران وروسيا. يعني انا بتوقع النظام غير قادر اصلا على القيام بهذه الخطوات. فاذا هي بعض الشروط اللي وردت بوسائل الاعلام السعوديه بعد ما صدر القرار، وعنوانتها بانه عوده مشروطه الى الجامعه العربيه. هلا بنيجي على القرار بحد ذاته، لازم نستعرض لانه هو بيشرح نفسه بنفسه الحقيقه. اذا القرار 8914 في طبعا مقدمة، هالمقدمة مهمة، يعني مو نعتبرها والله هيك شيء يرد بشكل روتيني، لا هي هي أساس القرار، وانتبهوا عليه. وانطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وعروبتها وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، و يحقق تطلعاته المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، ويضع حداً للأزمة الممتدة التي تعيشها البلاد وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ويعالج آثارها المتراكمة والمتزايدة من إرهاب ونزوح ورجوع وغيرها. إذن شو الأهمية بهالمقدمة؟ الأهمية أنه عودة سوريا المأزومة إلى الجامعة العربية. لحتى الآن هلأ بتكون تشوفوا سيناريوهات تانية أنه فرضنا شروطنا وانتصرنا والأخير، لا، إذا قبل النظام بالعودة وفق القرار فهو يقبل بأن سوريا في أزمة أوجه متعددة، أنه هو لم يستطع حل هذه الأزمة، لم يستطع أن يصل إلى حل هذه الأزمة كما يريد، وبالتالي الجامعة العربية مثل ما حكيت قبل شوي ستساهم، والدول العربية، في حل الأزمة. فأساس القرار هو عودة سوريا المأزومة إلى الجامعة العربية لتساعد الجامعة العربية والدول العربية في إيجاد حل لهذه الأزمة، وهذا كتير مهم. وهون بقى التسلسل الزمني استنادا الى قرارات كذا، يرحب بالجهود وفي ضوء المداخلات. هون بقى بنيجي لنص القرار، تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة اراضيها، هذا الكلام بيتكرر، وسلامتها الاقليمية، وهذا طبعا من صالحنا نحن السوري، ما في اي طرف ضد هذا الكلام، وذلك الى استناد ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئ جول العربية الرامية لمساعدة سوريا، هذا هو البند الاول. ترحيب بالبيانات العربية الصادرة، اجتماع جدة واجتماع عمان مثل ما قلنا من الأساس، لذلك قلنا لازم تراجعوا التسجيل، لأن حكينا ما بدنا نعيد على اللي عم يتابعوني 20 دقيقة. اطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية مرة ثانية، والقرار عن سوريا المأزومة العائدة إلى الجامعة العربية، يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار. هلا نشوف شو أهمية الحكي، والمنطقة والعالم، بقى دخلنا على الكبتاجون، خصوصا عبر اللجوء وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات، يعني قالوها بشكل مباشر، والترحيب باستعداد الجمهورية العربية السورية للتعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية اللي حكينا عليها، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في عمان، وكذلك اعتماد آليات اللازمة لتفعيل الدول العربي. فإذن هن هون ما أخذوا رأي النظام، وهذا بيفسر ليش كان المقداد ممتقع وما حضر، لأن بلغوهم بالقرار أنه هذا اللي بده يصير، فيا بتلتزموا هلا وإلا بآخر التسجيل بنشوفها شو هي. كله إذا بتلاحظوا ضرورة اتخاذ، مو أنه بتكون أنتوا تقوموا بهذه الخطوات للتدرج نحو حل الأزمة وفق مبدأ الخطوة خطوة. شفنا شو مطلوب من النظام على شاشة العربية، لأن ما أوردوه بالقرار، ولكن هو ضمن إطار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بمواصلة الخطوات تتيح إيصال مساعدات بما في ذلك وفق الآليات المعتمدة إلى آخره، تشكيل لجنة اتصال. هلأ مو بس بدي أقبل أنه العرب هيك عموما ونضيع وقت وتفاصيل، لا، القرار بمضمونه في جزء تنفيذي. شو هو الجزء التنفيذي؟ تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة الأردن والسعودية العراق لبنان مصر والأمين العام للجامعة العربية لمتابعة تنفيذ بيان عمان، يلي
هو مرة تانية هو النسخة العربية من بيان جنيف وفق منهجية الخطوة خطوة بما ينسجم مع قرار رجعوا أكدوا عليه استئناف وبالتالي استئناف. هلا هي استئناف أنا إذا طرف سوري ووصلتني واستأنفت معناتها أنا موافق على كل ما قبل هذه الفقرة، ما فيني أخذ الفقرة خمسة ونفذها بدون ما وافق. فحضور اليوم سوريا في الجامعة العربية بأي شكل من الأشكال يعني موافقة على كل هذا الكلام، يعني موافقة على إنجاز الحل السياسي، يعني هذا قطعي ونهائي وما في أي تفسير تاني لهذا القرار. هل الخارجية السورية بشكل أولي شو ردت؟ بكرة بنشوف بالتحليل والتصريحات وكذا، ما راح يكون أبدا موضع سرور هذا القرار، ولكن عموما هي ما رحبت فيه. شو قالوا؟ أكدت سوريا متابعتها باهتمام القرار الصادر. لو كان وعودة سوريا يعني مثل ما تم التسويق له من قبل النظام وأجهزة إعلامه كان رحبوا، كانوا أقاموا الأفراح في دورته، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيدين الثنائي والجماعي. وهذا الكلام مكرر وأسمعناه على لسان المحللين، أنه يا أخي حتى جامعة بدها إصلاح والعرب كلهم بدهم إصلاح، يعني أجت علينا فأني بدي يحاولوا يجيروا القرار أنه أي ما في مشكلة، يعني نحن مثل ما نحن عنا مشكلة أنتوا عندكم مشكلة، لنشوف شلون بدنا نحل هالمشاكل. وقالت وزارة الخارجية تابعت سوريا التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية متجاه سوريا، والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها. هروب إلى الأمام، هروب من هو القرار يعني يتعلق تماما بسوريا وبما يجب على الحكومة أو النظام السوري فعله وفق آليات وفق صار مسار. هلا بنشوف شو أهمية السفي، يعني الحقيقة في خيبة أمل كبيرة للنظام بهذا القرار. فهن بيقولوا لك الوضع العربي، تلقت سوريا باهتمام القرار ما رحبت فيه إلى آخره بتاريخ كذا، استئناف وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات اعتبارا من اليوم. تؤكد سوريا في السياق نفسه أهمية الحوار والوصول المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية، يعني انتوا عندكم تحديات ونحن عندنا تحديات، انتوا عندكم مشاكل ونحن عندنا مشاكل، انتوا عندكم ازمات ونحن عندنا ازمات، تعالوا نشوف شلون بدنا نحلها، يعني هذا رد البيان. وختمت سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل لآخره، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجا عربيا فاعلا وبناء على الصعيد الثنائي والجماعي. يعني هو نفس الشيء، هو تجيير، يا ريت تجيير، هو تفريغ القرار من مضمونه ووضع مرة تانية ما جاء فيه في إطار عام فضفاض لا يقبل يعني خطوات تنفيذية على أرض الواقع تنهي الأزمة السورية. رح نستنى شوي لنشوف، يعني هذا بيان أولي لنشوف، لازم بيبين على الأقل من هون لأيار إذا سوريا بدها تشارك بعد القرار بالقمة العربية القادمة، كيف بدها تشارك على أي أساس، لنشوف بيبين. ولكن الموقف الأولي هلا إذا شاركت يا ريت تشارك، يعني أنا بشوف حتى لو راح الأسد وفق هذا القرار هذا من مصلحة سوريا، نحن بدنا العنب بالنهاية، وأنا بقول يا ريت يروح الأسد ويحضر بناء على القرار، لأن بيكون خطينا خطوة كبيرة باتجاه إنهاء الأزمة السورية. فيعني هذا أنا رأيي بالموضوع. هلا ليش قلت إنه هذا القرار هو خيبة أمل للأسد؟ لأن كان النظام عم بيلعب على الاختلاف في الجامعة العربية. هلا اتفقوا، يعني كان عنده الجزائر، كان عنده الإمارات، كان عنده سلطنة عمان وأصدقاء الآخري. هلا ما ضل في موقفين، ما ضل في انه والله نحن بدنا نغير مواقف الدول وعلاقات ثنائيه، هلا خلاص حتى الجزائر اليوم كان بالاجماع حتى بدون تصويت انه اخي هذا اللي عنا نحن، انت بدك تستعيد العلاقات، هي الاليه لتستعيد العلاقات، واذا بدك تحكي ما في بقى امارات وسلطنه عمان وكذا، في هي اللجنه احكوا معها، وبدكم تحكوا معها من اجل تطبيق ما جاء في القرار وفي بيان عمان. والدول الحليفه الصديقه للنظام بصمت على هذا الكلام، فهي خيبة أمل للنظام اللي كان متوقع أنه والله في دول هي لعوته منتصرا بدون شروط إلى الجامعة العربية، أنه هيك يعني يرفس الباب بإجره ويفوت يعود وكأنه شيئا لم يكن. فهذا الموضوع الحقيقة ما صار. طيب بعد هذا إذا النظام ليش عم نقول أنه شكله قربت؟ النظام إذا ما نفذ، إذا أخي أعلن العصيان، هو طبعا حذر، يعني هو بيوده كان اليوم يدين القرار، ولكن هو يعني أنا برأيي بحالة ارتباك. إذا ما نفذ القرار الحقيقة في شيء نحسن نعتمد عليه،
كان اليوم في تصريح لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قال أنه بلادها ستقوم بعمل عسكري داخل سوريا في حال عدم القدرة على وقف تدفق المخدرات نحو دول الخليج والعالم. حطينا كلمة العالم، معناتها ربطناه مع القرار الأمريكي حكما كبتاغون، والاستراتيجية اللي هو طبعا اتخذ أول السنة 6 شهور، يعني نحن قبل شهر من إنفاذ القرار، نحن قبل شهر من إنفاذ القانون وتطبيق استراتيجياته. فأنا برأيي النظام معه شهر واحد، يا بيقبل بهذه، وطبعا في نحن مو عن عبس الاجتماع 19 أيار بتوقع هي الفرصة الأخيرة، يا منشوف الأسد داخل على الاجتماع وبالتالي هو قبل بمضمون القرار وبالآليات يلي مفروضة، يعني ضرورة بالمفروضة موجودة فيه، أو وإلا عمل عسكري يعني بمساندة الولايات المتحدة الأمريكية وضمن استراتيجية معينة لحماية العالم. هن اللي عم بيقولوا طبعا هذا التصريح كان للسي ان ان. فإذا في وإلا في الموضوع هلا وإلا راح تتصاعد. أنا توقعاتي ومرة تانية معرفتنا كلنا مو بس أنا يعني والنظام، أنه على الأغلب أنه هي هي هو الإنذار الأخير، وأنه نحن مع الأسف راح نشهد وإلا، وراح نتابعه وراح نشوف كيف راح تمضي الأمور في الأشهر القادمة، الله يستر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.